هل جماهير النادي الاهلي بقى عندها الوعي الكافي ان رجوع اولاد النادي المعارين بهذا الشكل وعندهم من الفنيات وقدرات الفنيه ان هم يشتغلوا مع النادي الاهلي تعوضهم شويه عن الصفقات الخارجيه؟ يعني مش لازم تبقى صفقه لعيب ب 3 ب 4 5 مليون دولار عشان الجماهير تقتنع ده احنا لعيب جايين لعيب كويس. هل ممكن الثقافه دي توصل ان خلاص مين الافضل؟ لو انت بتعمل انفست يبقى تعمل انفست في ولادك، انك بترجع ولادك هم كويس على المستوى الفني افضل من انك تجيب لاعب بقيمه كبيره جدا ودخله في الفرقه. الاهلي طول عمره يعني على مدار تاريخه وسياسته النجم فيه هو الفريق، ما فيش نجم بعينه. يعني شوف انت خد التجارب كلها، لو الاهلي اصبح فيه لاعب هو النجم بتكون الخساره كبيره، لكن انت بطولتك وتجسدت حتى مع المدربين الاجانب اللي جم ما تلقاش نجم يعني واخد تميز بيتعامل معامله خاصه، لا بالعكس كله بيزوف في حاجه واحده بس اللي هو ان الاهلي هو رقم واحد. لكن انت الجزئيه دي اكيد في الجمهور فاهم واعي، انت بتدور على الاداء الجماعي ولا بتدور على النجم تعتمد عليه لو جه معاك او ما جيش؟ هو فين النجم اللي دلوقتي عاوزين نقول ايه بعد مثلا ما ميسي يعتزل ورونالدو والمجموعه الحاليه اللي هتبطل كوره؟ مين النجوم في العالم؟ مين النجوم اللي طالعين اللي هيعملوا يعني ما فيش. حتى لو نزلنا المستوى الثاني في النجوميه او احنا بيجينا ايه؟ بيجينا الرابع والخامس، ما بيجيناش حتى الثالث على فكره، لانه الثالث اسعارهم عاليه جدا مبالغ فيها بصوره انت واجبك انك انت تساند التجربه. وده برضه بيصب في الكلام اللي احنا يعني اتكلمنا فيه انا وانت، وهروح برضه مش لازم الصفقه تبقى ما هو برضه يعني منطوق ان الاهلي جايب صفقه، طب ما اللعيبه اللي راجعه دي صفقات تعتبر صفقات، مش لازم موضوع الصفقه مش عملت فرق ان انا اجيب لعيب ب 3 4 مليون عملت فرق ولا ما عملت؟ بيلعبوا كوره كورتهم كويسه لا عاملين موسم اكتر من رائع بصراحه. ايه بقى الشغل بقى والتطوير ده شغل المدرب وشغل المسانده. لا ماشي عاوزين نجيب لعيب هنجيب عليه 5 7 مليون دولار، طب هو فين؟ حتى لو انت جبته ممكن ما يجيش ما يتاقلمش معاك، ممكن يبقى برضه ما يمشيش معاك بالصوره اللي انت ايه متوقعها. والتجارب كتير على فكره في المساله، واحنا سوق يعني سوق ناشئ في كوره وبتدفع فيه مبالغ مقارنه سوق عالي جدا، يعني في بذخ شديد جدا، ولكن الناتج والحصيله ايه في المحترفين الاجانب؟ لما تيجي تمسك كوره وانا ما تلقى النتيجه ايه؟ ده حقيقة تلقى نتيجه قليله، يعني ما عندكش مثلا يعني انا مثلا يعني مثلا ما بحبش في اماكن لازم من صالح المنتخب المصري اللي هو الاساس، نتائج كل اللي احنا بنعمله ده بيصب في المنتخب المصري اللي هو الوصول للبطولات الكبرى. في عناصر في تركيبه الملعب لابد ما يكونش لها تواجد، يعني ايه؟ يبقى في التفكير. دايما يقول لك المهاجم رقم واحد يبقى من الاهلي يبقى من الزمالك، حارس المرمى المفروض كان خده فتره لما اتفتح بعد كده قفله، كان قرار كويس جدا انك انت رجعت فبقى عندك ثلاث اربع حراس اهو، شوف انت الفرق. عندك مشكله في الدفاع؟ عندك مشكله في الدفاع بدني انك انت تشوف عدد اللعيبه الاجانب مثلا في الظروف دي، ما فيش عندك المواهب والامكانيات، بس ده محتاج ايه؟ محتاج شغل اكتر، واعتقد من مدربين. في مدرب زيك وانت عارف كده بيعرف يصنع لاعب، ممكن يبقى في مكان ويحطه وغيره في مكان، طبعًا ممكن يبقى في الحته الفنيه بيدور عليه شايفه الحته فبيتطور ويصبر عليه والجمهور يعني عاوز المساله ايه. مش هتقدر تصنع نجم الكلام ده في يوم وليله، ممكن النجم هو ابن النادي او اللعيب المحلي اللي هو اللي انت اخترته او عناصره. انا من رايك وانت عندي انا عندي تصرف على ابنك وتصرف على الولد، يعني احنا قلنا كده ندور مع بعض انا وانت يا استاذ محمود. مين خلينا نتكلم في مصر عامه، مين لاعب افريقي مثلا محترف جه بمبلغ مثلا مليون دولار وفي النادي اللي اشتراه عمل انفست وباعه ب 10 مليون دولار؟ لو فكرنا في الجزئيه ديت لعيبه قليله قوي، يعني حتى يعني الانديه بره بتشتغل على هذا الاسلوب، انت بتجيب لعيب كويس بمبلغ كويس لكن انت عندك رؤيه ان بعد سنتين ثلاثه انا هبيعه كمان وهكسب فيه وبالتالي يبقى في انفستمنت في فلوس داخله. لكن انا طب انا جبت لعيب مثلا ب 2 مليون دولار قعد معايا سنتين ثلاثة وبعته، ده يعتبر يعني برضو لو انا خدت بدل من ال 2 مليون دولار اطور بيه لعيبه عندي كلام حضرتك ماشي.